شابتر 2. هنتكلم النهارده باذن الله على شابتر 3 المحاليل، اخر شابتر للدكتور ايمن، وبعديها انا نزلت لكم مذكره فيها اسئله المراجع دي كلها، او يعني الاسئله اللي جابها جديده كلها كانت جايه من دي، ربما لو جاب اسئله جديده في الامتحان هتبقى منها. طب جاب من القديم كده كده موجوده في الامتحانات واحنا هنحلها دلوقتي مع بعض، وحاططها لك في مذكره الشرح. في مذكره الشرح هتلاقي في حاجه اسمها اسئله المحاضره كده محلول، هنحلها دلوقتي مع بعض. دول اكتر حاجه تركز عليها. والمهم في الاول وفي الاخر تفهم، تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فهمت هتعرف تحل دي، هتعرف تحل الجديده، هتعرف تحل القديمه، هتحل الشيت، كل حاجه. تمام؟ والهدف من الشيت التدريب مش اكتر، لا الشيت بتسلم ولا بتسلم منك اي حاجه. زي ما قلت لك اعمال السنه كلها هم الخمس درجات بتوع الايه؟ الغياب. ويحضر مع اي حد. الموضوع احنا سايبينه مفتوح. هتكلم النهارده باذن الله على شابتر المحاليل. الناس بقى تخش تقعد كده ايه في السريع يعني. شابتر المحلول، كلمة محلول يا شباب هو خليط متجانس من مادتين مع بعضهم، مخلوطين مع بعض. يعني ايه مخلوطين مع بعض؟ يعني بعد ما انا قلبتهم مع بعضهم كده، زي لو جبت ميه وحطيت معاها NaCl، حطيت 100 مللي ميه مثلا وحطيت معاه ملح، ميه ملح زي اللي في البيت بتعملها دي، وجيت قلبت الاثنين مع بعض، الخليط ده اصبح متجانس ولا غير متجانس؟ متجانس. واحنا مالناش دعوه بالتفاصيل، احنا كيمياء هندسيه، يعني بنشرح المقدمه دي ليه؟ عشان لما اجي اقول لك احسب لي تركيز، احسب لي معرفش ايه ارقام، يعني تعرف تحسبها لي. طب ليه الملح ده في الميه وليه معرفش الزيت ما بيدوبش في الميه؟ مش بتاعتنا خالص، دي بتاعت علوم، بتاعت مثلا طب، معرفش بيطري، اي حد تاني بياخد كيمستري غيرنا يعني. تمام؟ فانت يهمك ان انا هجيب لك مادتين هيتخلطوا مع بعض يعملوا لي خليط ايه يا شباب؟ متجانس، هوموجينيوس ميكشر. على عكس لو انا جبت ميه ورمله وقعدت اقلب من هنا للسنه الجايه، هل ده خليط متجانس؟ لا، بنسميه هيتروجينيوس. هيتروجينيوس يعني ايه؟ غير متجانس، ده لوحده وده لوحده. انا لسه شايف الرمله لوحدها وشايف الميه لوحدها. فاحنا هنتكلم النهارده على الخليط المتجانس اللي هو اللي احنا بنسميه السوليوشن. طيب السوليوشن دوت اقدر اعمله من مين مع مين؟ بنحدد اسم السوليوشن على حسب نوع المذيب. على حسب نوع مين يا شباب؟ المذيب اللي هو السولفنت. والمذاب اسمه ايه؟ سوليوت. الامتحان طبعا بالانجليزي، مفيش كلمه بالعربي، واحنا شغالين برضو بنترجم الانجليزي، بنترجم ايه؟ اي كلمه، اي مصطلح بيجي لنا بيترجم. فانت لو جيت في الامتحان سالت الباشمهندس اللي بيراقب عليك يعني ايه سولفنت، محدش هيرد عليك. ليه؟ لان كلمه في المنهج. كلمه فين؟ في المنهج. اي حاجه بره المنهج هرد عليك فيها، اي حاجه بره المنهج هرد عليك فيها. ماشي يا شباب؟ فاحنا عندنا سولفنت، الماده اللي كميتها اكتر ولا اقل؟ المذيب ده اللي كميته الاكبر، الاكبر دايما، وده اللي كميته اقل. في مين؟ في اي نوع محلول، في اي نوع محلول الا المحلول السائل. احنا عندنا انواع المحاليل، في محلول صلب، في محلول غاز، في محلول سائل. المحلول السائل هو الوحيد، هو الوحيد اللي دايما المذيب فيه ها السائل، يعني السائل مش شرط الميه، السائل حتى لو كميته اقل يا باشمهندس، حتى لو كميته اقل. يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك عندي كيلو ملح محطوط في نص كيلو ميه، مين المذيب؟ النص كيلو ميه. طب يا باشمهندس مش احنا اتفقنا ان المذيب اللي كميته اكتر؟ اه، بس في اي حد غير مين؟ اي حد غير السائل، اي حد غير السائل. عشان كده السائل دخل مع اي حد يا شباب اصبح هو مين؟ مذيب ولا مذاب؟ المذيب. عشان كده لما اجي اتكلم على التايبس هلاقي ان الجازيوس سوليوشن عليكم الصلاه والسلام والسوليد سوليوشن لازم يدوبوا مين؟ لازم يدوبوا نفسهم. يعني الجاز ده عباره عن جاز انجاز سوليوشن، زي مين؟ زي تو، اي تو نون رياكتيف جازز. يعني ايه نون رياكتيف؟ ما بتفاعلوش مع بعض، زي الهواء. الهواء ده فيه مين ومين؟ خدناه في شابتر 2، اكسجين ونيتروجين، صح؟ لما عملنا الاساله بتاعت الهواء، هل الاكسجين والنيتروجين اللي في الهواء بيتفاعلوا مع بعض؟ لا، ده موجود لوحده وده موجود لوحده. الاثنين دول بنسميهم ايه؟ نون رياكتيف. نون رياكتيف يعني ايه؟ ما بيتفاعلوش مع بعض. فدوت المثال بتاعه مين؟ الاير. والسوليد سوليوشن برضه سوليد في سوليد، لان اتفقنا لو الليكويد دخل مع اي حد هيبقى اسمه ايه؟ ها؟ هيبقى اسمه ليكويد سوليوشن. فالسوليد عباره عن سوليد في سوليد، زي مين؟ زي الالويز اللي هم السبايك. السبايك اللي هو الذهب اللي بتلبسه ده عباره عن ايه؟ عباره عن ذهب ونسبه فضه او نسبه نحاس.
تمام؟ فبيعمل سبيكه من الاثنين. طيب السبيكه دي هتدوب ازاي وهي صلبه يا باشمهندس؟ ها؟ لا ما بتدوبش وهي صلبه، ده هو بيبدا يخلطهم هما ايه؟ سوائل، بيصهرهم وبعد كده يسيبهم في درجه حراره الغرفه لحد ما ايه؟ يمسكوا مع بعض. يبقى الالوي هي سوليد سوليوشن، خليط متجانس صلب، بس لما اتخلط مع بعض كان ايه؟ كان سائل، لازم يكون كان سائل. طب الليكويد بقى، الليكويد ده ما عندوش مشكله، ممكن ادوب ها صلب في سائل، سوليد الليكويد سوليوشن، ممكن سائل في سائل، ممكن غاز في سائل، ممكن يا شباب غاز في سائل. كل واحد من دول عايزين مثال عليه عشان نبدا نتكلم على الحاجات اللي احنا عايزينها اللي هي فيها حسابات. سوليد الليكويد سوليوشن زي مين؟ زي الملح في الميه او زي السكر في الميه. الفرق بين الاثنين دول ايه؟ ان الملح بيتقيم. طب انا هعرف منين يا باشمهندس ان هو بيتقيم؟ اي حد او اي مركب اكتبه لك نصين كده زي ده كده، ان ايه موجب وسي ال سالب، يبقى ده ايه؟ هيتقيم. طب السكر، السكر رمزه اللي هو السكروز سي 6 اتش 12 او 6، اي سي و اتش او ده ايه؟ جزيئ ما بيتقيمش. ماشي، مش عايزين نعرف اكتر من كده تفاصيل، مش عايزين نخش في ديتيلز اكتر من دي. فانا جبت لك، جاب في امتحان قبل كده قال لهم سوليوشن ميد فروم ووتر اند ديجليوم، ماده كده اسمها كده سي ما اعرفش 3 اتش 6 او ما اعرفش 14، ده مين؟ ده بيتقيم ولا ما بيتقيمش؟ واكتر من كده قال لهم ايه؟ قال لهم نان فولاتايل نان الكترولايت سوليوت. يعني ايه نان فولاتايل؟ ما بتطيرش، يعني ما بيطلعش بخار. ونان الكترولايت يعني ايه؟ ما بيتقيمش، ما بيطلعش. يبقى انت الكلمه اللي تتقال تكون فاهم معناها يا باشمهندس. ماشي؟ طيب انا دلوقتي حطيت ان اي سي ال، ده سوليد الليكويد سوليوشن. طب ليكويد الليكويد ممكن اي اثنين بيدوبوا في بعض، لازم يكونوا اثنين مثل الليكويد. مثلا خلي ميه، زيت وميه، لا بنزين وتولوين، معرفش ايه مع ايه. طب انا هحفظ حاجه من دول يا باشمهندس؟ لا، هو لما يجيب لي في المساله يقول لي سوليوشن ميد فروم كذا وكذا، خلاص يبقى هو اللي حدد، هو اللي عارف ان الاثنين دول بيدوبوا في بعض. انا ما عليا الا ان انا ايه؟ ابدا اشتغل كحسابات. يعني جاب لنا في الامتحان مره قال لهم ايه؟ سوليوشن ميد فروم ميثايل الكحول اند ايثايل الكحول، يبقى كده الاثنين دول ايه؟ بيدوبوا في بعض. طب ايه اللي عرفني ان هم ليكويد؟ قام قايل لي في المساله ذا فيبر بريشر اوف بيور ميثايل اند بيور ايثايل ار كذا وكذا، ضغط بخار الميثايل وضغط بخار الايثايل برقم كذا ورقم كذا. ها هو ضغط البخار ده احنا خدناه فين؟ ها في جزء الايه؟ السوائل، صح؟ في جزء الايه؟ السوائل. يبقى انت هتربط الاحداث ببعض هتعرف تحل، مش محتاج ان انت تقعد تحفظ خالص. طب الجاز الليكويد زي مين يا شباب؟ زي الصودا البيبسي. ازازه البيبسي دي عباره عن ايه؟ عباره عن سي او 2 صودا في ايه؟ في ميه، مضغوطه في الميه. طيب ايه بقى اللي احنا استفدناه من عمل المحاليل الانواع الكتير اللي احنا عمالين نحكي فيها دي؟ في استفاده مهمه لتحضير المحلول، كذا استفاده. اول حاجه تحضير المحلول الصلب، لما بخش في المعمل واشتغل عملي، لما اجي احط ماده صلبه مع ماده صلبه، هل هيدوبوا في بعض؟ هل هيبقوا سريعين في التفاعل ولا بطيء؟ بطيء في التفاعل قوي. عشان اسرع التفاعل شويه، بدل ما احط مثلا ان اي سي ان ده صلب، اقوم عامل ايه؟ محلول. المحلول حركته اسرع ولا ابطا؟ اسرع، فيسرع الايه؟ الريت اوف ريكشن، يزود سرعه التفاعل. ده اول استفاده. الاستفاده الثانيه مثلا في موضوع السبائك دي، انت لما بتعمل سبيكه من ماده وماده، بتاخد خواص الماده دي وخواص الماده دي، بتديك هاردنس اعلى، تديني ايه؟ متانه اكتر، وكمان الميلتنج بوينت بتاعته بتقل مش بتزيد، وبالتالي هيبقى سهل التشكيل ولا صعب التشكيل؟ سهل، بدل ما احتاج حراره كتير قوي عشان اقعد اعمل شكل الذهب او شكل الحاجه دي، لا بحط معاه شويه نحاس عشان يعرف يتشكل بسهوله. ده الاستفاده من هنا. طيب الاستفاده من حته الجاز الليكويد دي، الجاز الليكويد لو انا عندي هواء، ادي شويه ميه كده وفي هنا هواء، كوبايه ميه، كوبايه ميه مفتوحه، الهواء دوت محطوط عند ضغط كام؟ الضغط اللي احنا عايشين بيه؟ واحد، صح؟ ايه اللي بيحصل؟ في وجود الضغط الجوي والميه قدامك كده، الضغط ده الواحد اتموسفير يقدر يخلي شويه هواء من دول يعملوا ايه؟ يخش جوه الميه، يدوبوا جوه الميه، بس طبعا نسبه ايه؟ صغيره جدا، انت ما تشوفهاش يعني. طيب لو انا جيت قفلت بقى على البتاع دي كده بمكبس وقمت مزود الضغط خليته 5، طب 10 اتموسفير، هل في سكه للهواء انه يمشي ولا انا حبسته لجوه؟ صح؟ اذا هيعمل ايه هنا؟ هيدوب في الميه. بيستغلوا الفكره دي في حاجه
اللحام بالاستيلين. ايه اللحام بالاستيلين؟ الاستيلين ده غاز بنحمه بيه، فبدل ما ينقله في الضغط الجوي اللي هو واحد اتموسفير بينقلوه في سائل اسمه الاسيتون. بينقلوا الاستيلين في سائل اسمه الايه؟ اسيتون. ويحط هنا ايه؟ اسيتيلين. ده غاز وده ايه؟ سائل. في الضغط الجوي العادي بينقل كام؟ 27 جرام في كل ايه؟ 1 لتر من ده. قد كام اتموسفير؟ عند الواحد. يعني انت لو جبت اوضه فيها غاز اسيتيلين وحطيت فيها كوبايه فيها اسيتون، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي في الاوضه العاديه من غير ما انت تضغط ولا تعمل حاجه في 27 جرام من غاز الاسيتيلين اللي طايرين دول مالهم؟ دخلوا جوه الايه؟ جوه الاسيتون ده، جوه الايه؟ اللتر اسيتون ده. طيب بيستغلوها ازاي بقى؟ يقوم جايب في اللحام يجيب الانبوبه بتاعت الاسيتيلين ويحط فيها سائل اسيتون ويبدا يعمل ايه في الاسيتيلين؟ يضغط. لو انا خليت الواحد اتموسفير ده 10 اتموسفير هينقل 27 جرام ولا 10 اضعافها؟ ها؟ انا كنت عند الواحد بنقل 27، يبقى عند ال 10 هنقل كام؟ صح؟ 10 اضعاف. وبالتالي فكره الجاز الليكويد باي انكريزنج الجاز بريشر، لما زود ضغط الغاز ايه اللي بيحصل للسوليابيلتي او للذوبانيه؟ بتزيد. مفهومه كده؟ طيب عشان نعرف بقى الحسابات بتاعتنا لازم نخش نتعرف على كلمه سوليابيلتي اللي انا لسه قايلها، او الذوبانيه اس. ايه الذوبانيه دي يا شباب؟ الذوبانيه انا دلوقتي عندي 100 مللي ميه بحط عليها شويه ملح 10 جرام 20 30 40، هل الموضوع ده هيكمل لما لا نهايه؟ ها؟ ولا في ساتيوريشن للميه دي؟ كميه الميه دي فيها فراغات مسام، فانا بقعد اقلب. لو انت جبت كوبايه شاي كده وقعدت تحط عليها سكر، هل هيفضل شغال معاك لما لا نهايه؟ ولا ساعات في الاخر تلاقي السكر قاعد كده خلاص ما عادش في مكان ايه؟ يدوب فيه. فوصل للايه يا شباب؟ تشبع، الساتيوريشن او الاتزان. يبقى السوليابيلتي دي هي، ها، ما تحفظش برضه تعريفات، هي قدره، ها، كميه معينه من ده، مين؟ مذيب ولا مذاب؟ مذيب، على اذابه اقصى كميه من المذاب لحد ما اوصل فين؟ تشبع، الساتيوريشن او الايكوليبريم، لحد ما اوصل كلمه الايكوليبريم. طب انا ما وصلتش الايكوليبريم، طول ما انا لسه ما وصلتش، يعني مثلا المثال ده الملح اللي نوعه ان اس ال بيدوب منه اقصى حاجه 36 جرام لكل 100 مللي ميه. طب لو غيرت نوع الملح هل هيدوب منه برضه 36؟ لا، كل ملح له ايه؟ سوليابيلتي غير الثاني. طب لو دوبته في حاجه غير الميه هيدوب برضه 36؟ لا برضه. هو دي بتاعت مين؟ ده مع ده، الكابل الاثنين دول مع بعض كده. طب لو انا حطيت في المحلول ده 10 جرام بس، هل انا كده وصلت الساتوريشن؟ طب يبقى اسمه ايه؟ محلول مشبع ولا غير مشبع؟ unsaturated solution. A solution that contain less ولا more solute molecules؟ less solute molecules than الايه؟ saturated solution. اقل من جزيئات مذاب، اقل من اللي توصلني لمين؟ للتشبع. والsaturated solution فيه جزيئات مذاب توصلني لحد فين؟ لحد الساتوريشن بالظبط. ماشي؟ يبقى الساتوريتد سوليوشن او السوليابيلتي الاثنين نفس التعريف ولا نفس الحاجه؟ طب لو انا بدوب فيه 36 وانا حطيت له 40 او 50، الاربعه الزياده دول هيحصل لهم ايه؟ هيترسبوا، هيقعدوا بريسبيتيت هنا، هتلاقيهم ايه؟ راسب هنا. كلمه بريسبيتيت دي يعني ايه؟ راسب. فده بنسميه سوبر ساتوريتد سوليوشن. سوبر يعني ايه؟ محلول فوق المشبع او ايه؟ اعلى من التشبع يعني. تمام؟ هو مش هيبقى اعلى من التشبع، هو انت حطيت له كميه اكتر من اللي توصله للتشبع، بس هو هياخد منهم مين؟ اللي وصلني للتشبع وبس. ماشي؟ ها؟ هياخد منه الكميه اللي توصله لحد الساتوريشن وبس. طيب ده تعريف السوليابيلتي. هل السوليابيلتي دي يا شباب، شويه اللي في الاول دول بس نظر، احنا هنتكلم النهارده بس على نوعين او في الشابتر كله على نوعين، سوليد الليكويد وايه؟ وجاز الليكويد. دول اللي الدكتور اتكلم عليهم في الايه؟ في المحاضره وفي التشابتر كله، وبالمناسبه التشابتر دوت اتشال منه شويه اجزاء في الاخر. يعني في شويه حاجات كده اتشالت فخف شويه عن السنين اللي فاتت، الحمد لله يعني. بس الدكتور اللي بعده بيعوض. الدكتور محمد جه في الشابتر الرابع زود شويه حاجات. الميد ترم لحد 4. الميد ترم ان شاء الله، بس برضه في انتظار تاكيدهم، الميد ترم لحد الشابتر الرابع. فاحنا ان شاء الله هناخد الاسبوع دوت والاسبوع الجاي شابتر 3 ناخده على مرتين. وشابتر 4 ممكن برضه على مرتين. جه الميد ترم قبل الفتره دي
هعمل لكم انا سيكشن اضافي اجمع فيه الناس ونشرح فيه الايه الجزء اللي فاضل، هيبقى بره الميعاد اللي احنا فيه دلوقتي. فعرفنا يعني ايه سوليابيليتي. طيب سؤال بقى دلوقتي، سؤال ال 100 مللي دول ينفع يستوعبوا اكتر من 36 جرام؟ ممكن انا اعملها؟ طيب ايوه، في عوامل تزود لي مين؟ سوليابيليتي او تقللها، صح؟ فعندنا حاجتين، انت قلت اول حاجه هي مين؟ الحراره، صح؟ وفي حاجه كمان اللي هي مين؟ الضغط. بالظبط كده، بالظبط. حاول يا شباب ما تحفظوش حاجه، لان المنهج متنافر، كل شابتر لوحده منفصل، مش حاجه معتمده على حاجه، وطويل 10 شباب، فانت لو قعدت تحفظ هنا وهنا وهنا وفي الفيزياء هتلاقي دماغك قد كده. فحاول الحاجه تكون ايه؟ مفهومه يعني. طيب التمبريتشر هتاثر ازاي؟ لو انا جيت على البتاع دوت وحطيته على البوتاجاز كده في حاله سوليد الليكويد، الحراره بتعمل ايه؟ بتزود المسام دي، وبالتالي هتزيد الزوايا ايه ولا بتقل؟ يعني ده هيستوعب اكتر من 36 ولا لا؟ يبقى السوليابيليتي في حاله سوليد ان ليكويد، ها؟ السوليابيليتي بتتناسب طردي ولا عكسي مع التمبريتشر؟ طردي. حد مش فاهمها دي؟ طيب لو انا جيت هنا على الميه دي وسخنت البوتاجاز بس من غير المكبس، البتاع ده مفتوح كده، لما اجي اشغل البوتاجاز دوت، الهواء ده هينزل لتحت ولا يطلع لفوق؟ يطلع لفوق، يعني يدوب اكتر ولا اقل؟ اقل. يبقى طردي ولا عكسي؟ في حالة الجاز الليكويد، ها؟ السوليابيليتي تتناسب ايه؟ عكسي مع التمبريتشر. صعبة؟ طيب تعالى نشوف تأثير البريشر. جبت كوباية مية وعليها ملح وقعدت ايه؟ اضغط عليها كده. هل المية كومبريسبل؟ هل الملح كومبريسبل؟ ها؟ هل دول بندورته يعني؟ هل السوليد ليكويد؟ إذا في حالة السوليد الليكويد، ها؟ البريشر ماله؟ has very small effect، يعني ممكن يكون له تاثير. خلي بالك الميه بتنضغط بس عند ضغط كام؟ عالي قوي، يعني انت صعب توصل. فهتلاقي الدكتور كاتبها لك ان ايه؟ ان ذوبانيه صلب في سائل has very small effect by pressure، ليها تاثير قليل قوي عن طريق مين؟ الضغط. امال مين اللي بنضغط؟ الغاز. عشان كده ذوبانيه جاز الليكويد، ها؟ بتتاثر بالبريشر ولا ها؟ طردي ولا عكسي؟ السوليابيليتي بتتناسب طردي مع مين؟ مع البريشر. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في موضوع الايه؟ الاسيتيلين والايه؟ والاسيتون، صح؟ لما قلنا ان 27 جرام اسيتيلين دايبين في 1 لتر اسيتون، لو انا خليت ده عند 1 اتموسفير، لو خليت ال 1 اتموسفير ده 10 اتموسفير، ايه اللي هيحصل؟ بدل ما يدوب 27 في ال 1 لتر هيدوب 270 في نفس ال 1 لتر. اللي لخص لنا الكلام ده واحد اسمه هنري، مش بتاع الارسنال. هنري، هنري ده مين؟ واحد عمل قانون اسمه هنري لو. هنري لو عشان في كمان شويه راؤول كريستيانو جاي بعده بقى، يعني ايه؟ طبعا الرجاله شكلهم ما بيصدقوش حاجه ومش فاهمين اي حاجه. ماشي، هنري لو، هنري لو، يلا هنري لو بيقول ايه؟ بيقول سوليابيليتي اوف جاز الليكويد، سوليابيليتي بتاعت مين؟ بتاعت الجاز الليكويد، دايركتلي ولا انفيرسلي بروبورشنال؟ تناسب طردي ولا عكسي؟ طردي. دايركتلي بروبورشنال مع الابلاي بريشر اوفر ذا جاز اوفر ذا ليكويد، مع الضغط اللي واقع على سطح الايه؟ الغاز. زي ما شرحنا هنا كده، كل ما زود الضغط كل ما الهواء ده ايه؟ هيدوب اكتر، او الاسيتيلين ده هيدوب اكتر. وعليها مساله وحيده في الشيت، تمام؟ لما جابها في الامتحان غير فيها تغيير غلبان، وجاب مساله من اسئله المراجع دي جابها في الامتحان السنه اللي فاتت، ميد ترم وفاينل. كل اسئله الميد ترم السنه اللي فاتت جت في الفاينل كلها، 25 سؤال كاملين جم في الفاينل متكررين، بس ايه؟ ممكن يغير رقم وممكن ما يغيرش. ففي عيال حفظت دخلت قصت سلام، يقول لك انا نجحت في جزء الدكتور ايمن، لا اله الا الله، دخل مبسوط وهو في الاخر ولا واحده فيهم جت صح، لان هو حافظها من بتاعت الميد ترم دي كده، خد دي كبيره حلوه. فايه؟ هنا دي بقى بيقول ايه؟ او المساله اللي في الشيت بيقول ايه؟ انا شفت الرقم ده قبل كده، ايوه. او ساعات ناس تحل يقول لك هم مش حاطين رقم في الاختيارات ليه؟ وانا مش قد المهم. فاللي هو ايه؟ ركز الحاجه اللي اتغيرت ايه؟ الحاجه الصغيره اللي عملها ايه؟ بيقول لي ايه؟ هو السؤال ده بيقول لي اسيوم 27 جرام اسيتيلين ديزولفد ان 1 لتر اسيتون ات 1 اتموسفير، لو عندك 27 دايبين في 1 لتر اسيتون عند ضغط كام؟ 1 اتموسفير. What should be the solubility؟ هات لي السوليابيليتي، السوليابيليتي وحدتها ايه بالمناسبة؟ ها؟
جرام وحده ايه؟ كتله على وحده حجم، جرام على اللتر، بس دي مش كثافه، دي جرام من الميزان لكل لتر من مين؟ من المزيد، حد وحد تاني خالص، ماشي؟ انما الكثافه نفس الماده. طيب، فهو بيقول لي ده عند واحد اتموسفير، ايه رايك لو خلينا الضغط ده 12 اتموسفير؟ هتقول لي ايه؟ هنقول هنا اس تشيل علامه التناسب بتساوي ثابت هنري، سماك ايه هنري؟ في مين؟ في دي. يعني الاس مش هي كانت 27 جرام على اللتر؟ شباب 27 والضغط كان كام؟ واحد، اعرف اجيب كي هنري؟ ده ثابت. في الحاله الثانيه هو عايز السوليابيلتي الثانيه، عايز اس 2 هتساوي كي هنري، هتعوض بالرقم اللي طلع معاك اللي هو 27، 27 على 1 27 في ايه؟ في الضغط الجديد اللي هو كام؟ 12. او اريح دماغي، مش ده بيتناسب طرد مع ده؟ ايوه بالظبط كده. اس 1 على اس 2 بيساوي بي 1 على بي 2. اس 1 ب 27، اس 2 مجهوله، ده 1 ده كام؟ 12. دي هي تعوض هنا تعوض هنا. هل دي تاخد منك دقيقه في الامتحان؟ تعويضه الكحيانه دي تاخد منك دقيقه؟ عشان كده الامتحان في اسئله تتحل بمجرد النظر زي الاسئله النظري والمسائل السهله اللي زي كده، وفي مسائل ثانيه زي مساله الممبرين لما وصلها في الاخر في اخر الشابتر، لو حد فيكم حضر المحاضره تقعد اسبوع وفي الاخر هتاخد نفس النص درجه، وهتيجي في الاخر تغلط في تعويضه وتحلها غلط بس. تمام؟ تحويله صغيره في الاخر هتضيعها. فانا هعمل ايه؟ ابدا بالاسئله اللي انا فاهمها، ابدا بالحاجات اللي انا عارفها. تمام؟ طيب دي لما جرب في الامتحان قال لهم ايه بقى؟ قال لهم اسيوم 50 جرام اسيتيلين ديزولفد ان 2 لتر اسيتون ات 1 اتموسفير، يبقى الاس 1 بكام؟ 25. صعبه؟ مش اس جرام على اللتر او ملي جرام او جرام على الملي او وحده كتله على وحده حجم، او ممكن تبقى مول على اللتر ولا ما ينفعش؟ يعني 27 جرام دول ينفع احولهم مول؟ اقسم على المول بس عادي خالص، ماشي؟ عادي. فهي وحده ايه؟ مذاب على مذيب، يعني كميه مذاب على كميه مذيب. فقال لي 50 جرام في 2 لتر، يبقى اس 1 بكام؟ 50 على 2 يديني 25. كان الكلام ده عند 1 اتموسفير، لما اخلي الضغط 7 يبقى كام؟ تك تك. ولا حاجه. صعبه؟ طيب السنه اللي فاتت قال لهم ايه بقى؟ الامتحان حد معاه المذكره بتاعت الشرح؟ بيقول لي ايه؟ ديترمن ذا ساتوريشن اور ايكوليبريم كونسنتريشن، هات لي الساتوريشن او الايكوليبريم كونسنتريشن، هات لي تركيز التشبع بتاع مين؟ اوف كربون دايوكسيد ان ووتر ان كونتاكت وذ دراي اير، عندنا شويه ميه، نفس المثال اللي احنا بنشرح عليه الشرح اهو، شويه ميه قام جايبه في الامتحان وفوقها هواء. الهواء ده من ضمن مكوناته سي او 2 ولا هو مني اكسجين ونيتروجين وفي شويه سي او 2 صغيرين، شويه ارجون صغيرين، شويه غازات ايه؟ حبه صغيرين كده، بس الاساس هو اكسجين وايه؟ ونيتروجين. فهو بيقول لي ايه؟ هات لي الساتوريشن بتاع الكربون دايوكسيد ان ووتر، يعني في من الهواء ده قد ايه؟ هواء ولا سي او 2؟ سي او 2 هيخش جوه الميه، تمام؟ وبعدين ات 1 اتموسفير عند الضغط الجوي في الاوضه العاديه من غير ما اضغط حاجه يعني، تمام؟ و20 درجه سي، ودرجه الحراره 20، يعني كانه بيقول لك كوبايه ميه في اوضه عاديه خالص وفيها شويه هواء. الهواء ده هيدوب منه سي او 2 قد ايه في الميه؟ هات لي التركيز بتاعه، وقايل لي ايه؟ اسيومنج الكربون دايوكسيد كونسنتريشن ان اتموسفير ال 6 من 100%، تركيز الكربون دايوكسيد تركيز يعني او كاتبها لي 6 من 100% مول بيرسنت. مول بيرسنت دي يعني ايه؟ نسبة مولات. يعني ايه؟ يعني عدد مولات السي او 2 على عدد مولات الهواء بكام؟ 6 من 100%. انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ مش موجود اصلا. 6 من 100 على 100 يعني 6 من 10,000. يعني كل 10,000 متر مكعب هواء فيهم 6 بس سي او 2. رقم ماله صغير خالص. وبعدين هيريز كونستانت 37 من 1000، وكي هنري بكام؟ 0.037 وحدتها ايه؟ مول لكل لتر اتموسفير. لو لاحظت هنا كده لما اجي احسب كي هنري هتبقى وحدته ايه؟ وحده سوليابيلتي على وحده ضغط. السوليابيلتي هو هنا شغالها بالايه؟ مول على اللتر ولا جرام على اللتر؟ يبقى انا كده الاس عندي هتبقى بالايه؟ بالمول على اللتر، ماشي؟ طيب اعمل ايه بقى؟ واحده واحده. مش انا معايا كي هنري؟
وانا عرفت ان ده غاز في سائل فما قداميش غير مين؟ القانون بتاعنا اس بيساوي ها كي هنري في بي. كي هنري معايا اتفضل 0.037 صح؟ هو عايز الاس فاضل لي مين؟ البي كام؟ الشلاحات سلام. انا بقول لك اهو انا بعمل زيكم بقى، هو ده اللي بيحصل في الامتحان. ليه؟ عشان ايه؟ مش هو ده، انا بحسب سوليدي. انا عايز قال لك ايه في اول سؤال؟ ديتيرمنز ساتوريشن اوف اكوليبريم كونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد ولا اير؟ هل ده ضغط الكربون دايوكسيد ولا ضغط الهواء كله؟ يبقى انا عايز الاس بتاعت السي او 2 فلازم اعوض بضغط. طيب يبقى الواحد ده مش هينفع. ايوه المول فراكشن ده نفس نسبه مين على مين؟ مش ده على ده، هو نفس البي بتاع السي او 2 على البي اير كله صح؟ صح؟ طيب يبقى البي اير بواحد ماشي؟ بي اير بواحد، وهنا البي سي او 2 واحد في 6% على 100 يديك كام؟ 6% على 100 صعبه؟ طب هيطلع وحدتها ايه؟ مول على لتر، ما هو مول على لتر اتموسفير وده اتموسفير هيروحوا مع بعض يديني كذا مول على لتر. صعبه يا شباب؟ دي من ضمن الاسئله برضو بتاعت المراجع، هتلاقيها برضو موجوده في المذكره وجت في الامتحانين ورا بعض، ميد ترم وفاينل، وجابها في امتحان الاهليه. الجامعه الاهليه. يعني الاسئله بتاعت الدكتور ايمن ثلاث شباتر يعتبروا رخمين، بس الاسئله مالها تتكرر، لو انت عودت ايدك وحليت الكويزات اللي احنا بننزلها وتقعد تتفرجوا عليها دي حليتها هتخش هتجيب فيها درجه وحشه مفيش مشكله، بس اسمك شفتها قبل ما تخش الامتحان، بدل ما تيجي تشوفها في الامتحان وتتشل في الامتحان، اتشل في البيت عشان ما تتشل في الامتحان صح؟ طيب حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب. انا دلوقتي عملت محلول، عملت ايه؟ محلول، طول ما انا ما وصلتش الساتوريشن ده اسمه ايه؟ لسه ما وصلش التشبع صح؟ فبعبر عنه بايه بقى؟ بحاجه اسمها كونسنتريشن. يعني ينفع اقول لك انا عندي محلول 5 جرام ملح؟ هل انت فهمت حاجه؟ طب ينفع اقول لك عندي محلول لتر ميه؟ لازم ها؟ لازم اقول ايه؟ حاجه من هنا على حاجه من هنا صح؟ حته من ده على حته من ده، كام من دوت وكام من دوت؟ الكام وكام دي اسمها كونسنتريشن. يبقى الريشيو بتوين ها ان اماونت اوف سوليوت على ان اماونت اوف سولفنت او سوليوشن ده اسمه كونسنتريشن. يعني ايه؟ نسبه بين كميه معينه من ها مذاب على كميه المذيب او المحلول كله، النسبه دي اسمها تركيز. طب النسبه دي ممكن تكون مول على اللتر ممكن تكون جرام على اللتر ممكن تكون مول على مول ممكن تكون كتله على كتله. في عندنا كام كذا طريقه للايه؟ للتعبير. عندنا اربع طرق اساسيه، حاجه اسمها مولاريتي، ركز بقى معايا عشان بدايه المساء، وعندنا حاجه اسمها مولاليتي المسمول، وعندنا حاجه اسمها ماس بيرسنت، وعندنا حاجه اسمها مول فراكشن، وعندنا حاجه اسمها بي بي ام. ركز بقى معايا، مين هي المولاليتي؟ احنا اتفقنا ان دايما اللي هيبقى في البسط المذاب، الا لو هو طلب حاجه للمذيب زي الماس بيرسنت مثلا، نسبه الكتله كتله المذاب على الكتله الكليه، النسبه اللي احنا خدناها في شابتر واحد صح؟ طب لو طلبت منك الماس بيرسنتج بتاعه المذيب هتبقى المذيب على التوتال، يبقى انا لو حددت لك هتبدا ايه؟ تختار. انما العادي كله ان انا احط اللي فوق هو مين؟ هو السوليوت. ها؟ مين اللي فوق؟ سوليوت. ماشي؟ كل اللي فوق هو هيبقى مين؟ السوليوت. على مين بقى؟ دي اللي هنشوفها. المولاريتي، المولاريتي اللي بالار دي، بالحرف الار دي ماشي؟ دي بنقسم عدد مولات المذاب على حجم المحلول كله، ولازم يكون باللتر، والوحده بتاعتها بتطلع يا شباب؟ مول على لتر. فلما اقول لك المحلول اللي عندي ده وليكن مثلا انا مذوب 36 جرام في ال 100 مللي تمام؟ عايز احسبها كتركيز مولاري، فلازم اقول لك الان ايه 23 والسي ال 35 ونص، لازم اديك الاتوميك ماس بتاعه
ليه؟ عشان لما تيجي تحسب لي عدد مولات ال 36 جرام دول هتقول لي ال 36 على المولر ماس، يبقى دي كده في الاكزامبل بتاعه الماس 36 على المولر ماس ان ايه 23 وسي ال 35.5 صح؟ دي ايه؟ على حجم المحلول 100 مللي، حجم المحلول باللتر يبقى 100 في كام؟ ها؟ 10 والسالب 3 يطلع كذا مول على اللتر، او اكتبها ام كابيتال، يعني مثلا الرقم ده طلع بوينت 2 مثلا، بوينت 2 مول على اللتر، او بوينت 2 ام كابيتال يعني ايه؟ مولر. فانت لما تشوفها كده معناها مول على اللتر، صعبه؟ طيب المولاريتي بقى اللي بدل حرف الار بدلناها خلاها ال، دي المولاريتي اللي هي ام سمول، نفس الام سوليوت اللي في البسط، نفس الام اللي في البسط هو اللي فوق ده، بس هقسم على الماس بتاعه السولفنت لوحده وبالكيلوجرام. يعني انا دلوقتي بالنسبه لنفس المساله دي، بالنسبه لنفس المساله دي ان هتبقى نفس الام اللي فوق، وكتله المزيد، مين المزيد دلوقتي؟ مية. بالمناسبة لو المزيد مية بنسميه محلول مائي، اكوا سوليوشن. كلمة اكوا سوليوشن دي يعني ايه؟ يعني المزيد مية، المزيد بتاعنا بيبقى ايه؟ مية شبه. طيب فاحنا عندنا هنا ال 100 مللي مية دول يطلعوا كتلة مية قد ايه؟ 100 بس في 10 اسالب 3، بالصدفة ان الاثنين طالعين ايه؟ زي بعض. وطبعا اللي فوق دي ساعات هو لو هيديك كتلة او حجم المحلول كله ممكن يديني ايه؟ كثافة المحلول وايه؟ والكتلة والحجم بتاع المحلول، وانت تطلع منها الكتلة، بس احنا مجازا اعتبرنا ايه؟ اعتبرنا ان هم نفس المية بتاعت المية دي، المحلول كله على بعضه كام؟ 100. ماشي؟ طيب الماس برسنتج بقسم كتلة المزاد على كتلة السوليوشن كله في كام؟ في 100 عشان برسنتج، عشان اطلع ايه؟ نسبة مئوية يعني. طيب لو عايز النسبة المئوية للمزيد اقسم كتلة المزيد على الكتلة الكلية في مول فراكشن خدناها قبل كده. ها؟ ان بتاعت الحاجة، ان بتاعت السوليت على ان بتاعت السوليوشن كله. هل بضرب في 100؟ لا. وخلي بالك كان دي رمزها ايه؟ اكس. ها؟ كان اكس. صح؟ ولازم اكس سوليت زائد اكس سولفنت اطلعوا بواحد، صح كده؟ اطلعوا بكام؟ بواحد. طيب البي دي ام دي بقى، دي طريقه للتعبير عن التركيز في الحاجات اللي فيها ملوثات صغيره، زي ميه الشرب وميه الصرف كده. ميه الشرب وميه الصرف بيبقى فيه ملوثات زي النيتروجين والفوسفور كده، تركيزاتهم مالها قليله قوي، يعني كل مليون متر مكعب فيهم 5 متر مكعب مثلا. فبدل ما اقعد اكتب ماس برسنتج النسبه هتبقى كام؟ 5 على مليون، تكتب في 100 يطلع لك 5.0005 في المية. ايه ده؟ مش هيبقى رقم معقول يعني. فهم اخترعوا البي بي ام دي ليه؟ عشان يعبر عن التركيزات الصغيره خالص. فالبارت بير مليون دي عباره عن البي بي ام دي، هي نفسها الجرام على المتر مكعب، هي نفسها الملي جرام على اللتر. طب وقانونها ايه؟ عوض فيها ازاي؟ قال لك بتساوي كتلة المزاد على كتلة السوليوشن كله في كام؟ في 10 أس. يعني أنا عندي تركيز مادة ملوث ماء الفوسفور في المية مثلا، تركيزه كام؟ 5 بي دي ام، 5 بارت بير مليون، جزء في المليون. يعني إيه 5 جزء في المليون؟ يعني لما أقسم ده على ده في 10 أس 6 يديني 5. 5 بي دي ام يعني 5 على مليون في 10 أس 6، دي هتروح مع دي تديك كام؟ 5. يعني كل مليون فيهم 5، كل مليون فيهم كام؟ فيهم 5. طب ليه هي تكافئ الجرام على المتر مكعب؟ لا اشمعنى مش جرام على اللتر بس؟ حلو، متر اكبر، خد دي كبيره حلوه والله، هو الكونسبت ماشي معاكم على طول. ما هي المتر اكبر صح، بس ليه بقى؟ ليه كافئتها؟ الكثافه بتاعت الميه بكام؟ واحد يبقى إيه؟ ما هو احنا بنقول واحد، وفي ناس بتقول 1000، وفي ناس بتقول مليون، كلهم صح، بس ايه؟
واحد طن على المتر مكعب. ينفع. او الطن ده عبارة عن 1000 كيلو جرام على متر مكعب. او كم جرام؟ مليون. يعني ايه يا باشمهندس دي؟ يعني ايه 10.6 جرام على المتر مكعب؟ يعني كل متر مكعب ميه، محدش هيفهمك الكلام ده. والله ما حد هيفهمك الحاجات دي. كل متر مكعب ميه تمام؟ وزنه كام؟ 10.6. فلما اقول لك المتر مكعب ميه ده فيه 5 جرام من الملوث ده، معناها ان 5 جرام في المتر مكعب. اقدر اشيل المتر مكعب واحط مكانه 10.6 جرام، يعني عندي 5 جرام من الملوث في كل 10.6 جرام من الميه، يعني 5 على مليون، يعني 5 ايه؟ بي بي ام. ماشي؟ يبقى قلنا البي بي ام هي نفسها الجرام على المتر مكعب. ليه؟ لان اقدر اشيل المتر مكعب ده واحط مكانه مليون جرام ميه، احط مكانه كام؟ مليون جرام ميه، مفهومه؟ حد فاهم حاجه؟ نشوف الامثله اللي جابها في المحاضره، جاب زود السنه دي بقى 4 5 امثله، لسه حاططهم جديد، ربما تلاقي واحد منهم فين؟ في المكتب، كلهم هتلاقوهم في الايه؟ في مذكره الشرح. قايل لي ايه؟ اول مثالين خفيفين كده، بيقول لي ايه؟ لو عندك 2 من 10 مول ايثيلين جليكول، 2 من 10 مول ده كده ايه؟ عدد المولات. ديزولفد ان ووتر تو جيف 250 مللي سوليوشن، عشان يديني محلول 250 مللي، يبقى عدد المولات كام؟ 2 من 10 والحجم 250 مللي، هات لي المولاريتي. تعويض على طول، بس ال 250 هضربها في كام؟ مباشر اهي. طيب اللي بعديها قال لك 2 من 10 مول ايثيلين جليكول، نفس ال 2 من 10 بس ديزولفد ان 2000 جرام ووتر. الووتر دي مذيب ولا محلول؟ مذيب. يا اعرف احول الكتله بتاعتها 2000 جرام عشان احولها كيلو، 2000 في 10 اس 3، هات لي الملاريتي، يبقى 2 من 10 على 2000 في 10 اس 3 مباشره بقى. طيب اللي بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ دي خلاني اكتب هاو وود يو بريبير 425، ازاي تحضر 425 جرام اوف اكواس سوليوشن، اكواس سوليوشن محلول مائي كونتيننج 2.4% باي ماس صوديوم اسيتيت ان اي 2، انا ما بحفظش الحاجات دي، ان اي سي 2 اتش 3 و2. عايزين نحضر المحلول دوت بالتركيز ده. هو يعني ايه في المية يا شباب؟ مش في المية البرسنت دي كتلة المذاب على كتلة التوتال في 100؟ صح؟ ترجم بس كده. يعني ال 2.4 على 100 هي تكافئ ام سوليت على ام سوليوشن. وال 100 دي حطيناها تحت هنا. صح؟ ايوه. يعني كل 100 فيهم كام؟ 2.4، كل 100 من المحلول كله فيهم 2.4 جرام. طيب انا عايز احضر كام من المحلول كله؟ يبقى انا معايا كتله المحلول كله ولا لا؟ انا عايزها دلوقتي، يبقى انا دي كام؟ 425. اقدر اجيب كتله المذاب طرفين في وسطين، اطلع كتله المذاب، هتطلع الماس اوف سوليوت ام سوليوت هتطلع 10.2 جرام. طب اعرف اطلع كتله المذيب؟ ايوه 425 كلهم ماينس مين؟ صح؟ هيطلع لك كام؟ هيطلع 414.8. يبقى انت لو عايز تحضر المحلول ده هتعمل ايه؟ هتجيب 414.8 جرام من مين؟ من المذيب؟ ميه، عشان اكواس سوليوشن، واحط عليهم 10.2 جرام من مين؟ من الاسيتات اللي هو عايزه ده، صوديوم ايه؟ اسيتات. يبقى انا كده حضرت المحلول لتركيزه 2.4%. جاب دي برضه مره في امتحان في صوره اختيارات. قال لهم ايه؟ A solution is 28% فوسفوريك اسيد باي ماس. محلول 28% فوسفوريك اسيد باي ماس. This means ده معناه ها؟ 28% معناه ايه؟ كل كام فيهم كام؟ كل 100 من مين؟ مذيب ولا محلول؟ المحلول كله، مش النسبة دي مذاب على المحلول، كل 100 من المحلول كونتينز 28 جرام بس، مش عايز أكتر من كده، مش عايز غير تكون فاهم يعني إيه ماس بيرسنت ومول فراكشن والتحويلات بتاعتها. طيب جنب واحدة تانية كمان دي كويسة برضو، بيقول لي إيه؟
بيقول لي solution is point 12 ام سمول ميثانول. يعني ايه الجمله دي؟ 12 من 100 ام سمول. مين اللي رمزها ام سمول؟ مولاليتي، صح؟ مولاليتي دي. يبقى ام سمول دي في ناس عارف مين الام ده؟ ودي وحده ايه؟ ما حدش فاهم حاجه. تمام؟ ام سمول دي اللي هي مين؟ مولاريتي، مش ماس يعني. ديزولفد ميثانول، ميثانول ميثانول ام ايثانول. ما يهمنيش مين في مين، يهمني الوحده. كالكوليت المول فراكشن اوف ايثانول اند ميثانول. الميثانول رمزه سي اتش 3 ولا ام؟ سي اتش 3 او اتش، والايثانول سي 2 اتش 5 او اتش. كنتوا بتاخدوا الحاجات دي في العضويه، بس انا هنا كده كده ما بنحفظش الكلام ده. هات لي المول فراكشن بتاع ده والمول فراكشن بتاع ده. ابدا دايما معايا ايه ومعناها ايه وانا عايز ايه وقانونها ايه. انا معايا ايه؟ 12 من 100 مولر. يعني ايه 12 من 100 مولر؟ يعني 12 من 100 مول من مين؟ من الميزان لكل واحد كيلو جرام من مين؟ من الميزان، صح؟ صح؟ يبقى انا كده المحلول اللي عندي لو في كيلو مذيب هيكون جواه كام مذاب؟ 12 من 100 مول. حلو كده؟ طيب انت عايز تحسب ايه؟ مش انت عايز تحسب الاكس بتاعت الميثانول اللي هي عدد مولات الميثانول على عدد مولات الميثانول زائد عدد مولات الايه؟ الايثانول. هو سؤال دلوقتي، هو عدد مولات الميثانول، مش الميثانول ده هو المذاب؟ مين اللي قال لي؟ قال لي ميثانول الايثانول، هو اللي قايل كده. يبقى اللي الاولاني ده المذاب واللي جوه الثاني ده المذيب. ده معايا عدد مولات ولا جاهزين ولا؟ يبقى الكتله دي عدد المولات ده بكام؟ ده 12 من 100 وده 12 من 100. طب والايثانول؟ بس قاسم كام؟ واحد ولا 1000؟ احنا بنشتغل بالجرام، صح؟ يبقى عدد مولات الايثانول هتساوي كتلته اللي هو الكيلو ده اللي هو 1000 جرام يعني على المولر ماس بتاعه. شوف رمزه بقى، 2 في 12 زائد 5 1 زائد 16 زائد 1. وتاخدها وتعوض فيها. تاني يعني ايه 12 من 100 مولا؟ يعني 12 من 100 من القانون اهو، يعني 12 من 100 مول لكل كيلو جرام. يعني كل كيلو جرام من المذيب في كام مول من المذاب؟ فلو عندي 12 من 100 يعني 12 من 100 مول من المذاب في كل واحد كيلو من المذيب. مين المذاب؟ الميثانول، هو اللي قايل لي كده. ومين المذيب؟ الايثانول، صح؟ فانا عايز المول فراكشن بتاع ده وبتاع ده. فنبدا بالميثانول. المول فراكشن يعني ايه؟ عدد المولات بتاعه الميثانول على عدد مولات الاثنين، صح؟ عدد مولات الميثانول من القانون، مش انت معاك اهو، صح؟ فانا حطيته. طب فاضل لي عدد مولات الايثانول، وانا معايا هنا كتله الايثانول. تعرفي تحولي الكتله لعدد مولات؟ مقاس على المولر ماس، بس لازم اشتغل بالايه؟ بالجرام. مفهومه؟ طيب واحده كمان لسه ضايفها السنه دي لسه محطوطه السنه دي، اللي هي بيقول لي ايه؟ ركز معايا شباب، الناس اللي بتتكلم. الغياب وصل فين يا شباب؟ غياب، مشي الغياب على طول. بيقول لي 1 لتر سامبل اوف بلوتد ووتر، 1 لتر عينه ميه ملوثه، تمام؟ was analyzed for lead 2. 1 لتر ميه حللوها، حللوا الرصاص اللي فيه. was analyzed for lead 2 ions. ايونات مين؟ البي دي موجب 2، يعني قاس تركيز الرصاص اللي جوه الميه الملوثه دي. by adding excess sodium sulfate to it. جاب الميه وقام ايه؟ حاطط الميه دي وحط لها صوديوم سلفيت. صوديوم سلفيت ده اللي هو Na2SO4، كبريتات صوديوم، تمام؟ The mass of lead سلفات that was precipitated was كذا. يعني لما حط دي مع الميه فيها ايه؟ فيها رصاص، فبدأ الرصاص يتفاعل مع مين؟ فقال لك اللي طلع في النواتج BbSO4 صوليد راسب. كتلته كام؟ 229.8 مللي جرام.
What is the mass of lead in 1 liter of water in milligram per meter of solution؟ هات لي التركيز بتاع الرصاص في الميه اللي كان موجود في الميه، كان فيه رصاص قد ايه؟ بوحده ملي جرام على اللتر من الرصاص لكل لتر من مين؟ من الميه. يعني هات لي تركيز الرصاص كان كام اصلا؟ انا دلوقتي عارف تركيز الرصاص في الميه كام؟ لا، بس متاكد من ان التفاعل الكيميائي عباره عن ايه؟ مش هو اللي دخل هو اللي خرج؟ مش حاجه اسمها ماس بالانس. فانا دخل كان رصاص في وسط الميه، بقى رصاص فين؟ في الكبريتات، صح؟ اذا كتله الرصاص اللي هنا هي دي ولا لا؟ صح؟ طيب اقدر احسب كتله الرصاص اللي جوه ده؟ مش انا اقدر احسب كتله الرصاص اللي جوه دوت عن طريق مين؟ نسبة، صح؟ مش انا اقدر اطلع نسبه الرصاص في المركب كله؟ لو قلت لك هات لي نسبه الرصاص في البي بي اس او 4 وهو قايل لي البي بي ب 207.2 والاس ب 32 والاو ب 16، هو مديني الاتوميك ماس كلها. لو انا عايز احسب نسبه الرصاص هقول له كتله الرصاص 207.2 هو مديها لي على كتله كله 207.2 ده الرصاص والكبريت 32 والاو 4 في 16، الكلام ده كله اضربه في كام؟ في 100، هتطلع معاك النسبه 68.32%. دي نسبه مين؟ دي نسبه الرصاص في المركب ده. يعني لو عايز تحسب كتله الرصاص في المركب ده الماس بتاعه البي دي هتساوي كام؟ هتقول لي 68.32 على 100 في الكتله اللي انا طالعه معايا اللي هي 229.8، صح؟ هيطلع كام؟ هيطلع 157. يعني يا باشمهندس يعني في عندي رصاص جوه ده كتلته 157 مللي جرام، يبقى الكتلة الرصاص اللي كانت جوه الميه كام؟ نفس ال 157. صح صح صح. طب هحتاج عدد مولات؟ لا خلي بالك بقى، هو كلامك صح. ينفع الباشمهندس بيقول لك ينفع احط هنا بي في والناحيه الثانيه بي في اس او 4، المولر ماس بتاع ده والمولر ماس بتاع ده وال 229 يديني كام؟ صح؟ ايوه ايوه صح. عايز تعمل كده، عايز تعمل كده بي بي والناحيه الثانيه بي بي اس او 4، ده 207.2 ده 207.2 زائد 32 زائد 4 في 16، يبقى ال 229 فيهم كام؟ بص كده التعويضه دي هي دي بالظبط، هي نفس دي بالظبط، 207 على المولر ماس، 207 على المولر ماس، ورجعت تحت ضربتها بكام؟ فانت خلصتها في خطوه واحده. اللي بيلخبط الناس هنا بقى ايه؟ يقول لك يا باشمهندس طب انا ما وزنتش المعادله. صح؟ في ناس هنا هتقول لك طب المعادله هل انت وزنتها؟ ايوه مش هيفرق معايا ليه؟ لان بجيب حاجه في حاجه، يعني لو وزنت المعادله ولقيت ده اتنين هتلاقي الناحيه الثانيه اتنين برضه، اصل مش هيخش اتنين بي بي ويطلع واحد بي بي، هي جزء من الكل. يعني لما اجي اقارن السي من السي او 2 هي ايه؟ ما هي كل 12 موجودين في 44 اللي هو وزن السي او 2، طب لو 2 في 12 هيبقى 2 في 44، 5 في 12 5 في 44، نفس المركب لو اتضرب في اي حاجه هيبقى الايه؟ الجزء منه هيتضرب في نفس الحاجه. في مشكله في الجزء ده كده يا شباب؟ طيب عرفنا ايه الطريقه بتاعه التعبير عن المحلول وعرفنا ازاي السوليابيليتي بتزيد، عايزين نشوف بقى تفاعلات للمحاليل دي في المعمل بقى. انا لما بعمل فاكرين لما قلت ان انا بسرع التفاعل عن طريق ان انا اخلي الماده الصلبه محلول، هستفيد ايه بقى؟ قال لك انت لما تعمل الماده الصلبه دي محلول في عندك استفادتين رئيسيتين، في تفاعل اسمه تفاعل التعادل نيوتراليزيشن، وفي تفاعل اسمه تفاعل البريسيبيتيشن. ده الترسيب وده التعادل. واحده واحده كده، تفاعل نبدا بالترسيب. تفاعل الترسيب اللي هو بيقول لك لو انت جبت محلول خليته يتفاعل مع محلول تاني تمام واداك راس، زي المساله اللي احنا حليناها دي، مش الميه وفيها رصاص دي محلول ميه؟ ميه وفيها رصاص. حطيت له انا محلول ان اي 2 اس او 4 ده اكوا سوليوشن محلول مائي، ايه اللي حصل؟ الاثنين اتفاعلوا وكون لي راس. قال لك الاستفاده من دي ايه؟ ان انا اقدر من خلال وزن الراس ده صح احسب انا كنت داخل بكام ولا حصل او ما حصلش. اهو مش انا قدرت احسب من وزن الراسب ده انا كان داخل عندي رصاص قد ايه وانا ما كنتش عارف اصلا في الاول.
يبقى تفاعل الترسيب ده هو تفاعل محلول مع محلول عشان يديني راسب. يمكن من وزن الراسب اللي ناتج ده ان انا اقدر احسب كتله مين؟ كتله الماده اللي كانت داخله. ودي قال عليها مساله في الشيت. حد معاه الشيت؟ الشيت فيه مساله رقم بسم الله مساله رقم 11. بص كده ان جي اس او 4 اكوا سوليوشن زائد بي اي سي ال 2 اكوا سوليوشن يديني ام جي سي ال 2 اكوا سوليوشن زائد بي اي اس او 4 سوليد. ده راسب بيقول لي ايه؟ To determine the percentage of MgSO4 in Epsom salt. عشان اطلع نسبة ال MgSO4 في ملح اسمه Epsom salt. يعني ده جزء من ملح اسمه ايه؟ Epsom. يعني ال Epsom ده فيه حاجات تانية غير ال MgSO4. حلو كده؟ طيب. You treat it with BaCl2. بتفعله مع BaCl2 because of the following reaction. وانا كاتب لك الايه؟ المعادلة اللي بتوصف التفاعل. You can دراي بشرح لك بقى اللي احنا اتكلمنا فيه. You can dry the substance BaSO4 formed and weigh the resulting solid to determine the quantity of MgSO4. يعني تقدر تجفف الماده دي وتحسب وزن الراسب ده عشان تحسب منه كتله ال MgSO4. حلو؟ عايز ايه بقى؟ ان المولكولار ويت بتاعها هو مديني المولكولار ويت بتاع دي كده. المولكولار ويت بكام؟ 120 بوينت 3.7. بدل ما اقعد احسب الام جي بكام والاس بكام واجمع هو ايه؟ اديها لي جاهزه. سبوز يو ستارتد ويز 1 جرام اوف ابسوم. تخيل ان انت كان عندك جرام من الملح. هل جرام الملح هو جرام ام جي سو 4؟ لا ده دي جزء منه. صح؟ حلو. كويس ان احنا نبقى ايه ماشيين فاهمين المساله كده. اند جوت نص جرام اوف بي اي سو 4 وطلع لك نص جرام بي اي سو 4 اللي المولكولار ويت بتاعها 233.39. كالكوليت ذا برسنتج اوف ام جي اس او 4 ان ذا سامبل. هات لي نسبه الام جي اس او 4 في العينه بتاعت الابسو. شوف انا عمال احكي بقد ايه والحل هي خطوه واحده. اولا انا مديك كتله الراسب اللي طلع ومديك المولكيولار ويت. اعرف اجيب كتله ده ولا ها اعمل علاقه بين مين ومين؟ معادله موزون ام جي اس او 4 والناحيه الثانيه بي اي اس او 4. ده المولر ماس بتاعه هو اللي قايل لي 120 وهنا 233. ده طالع منه نص جرام ولا اخش بده بواحد؟ لا الواحد ده كله على بعض صح؟ ده طلع نص جرام كانوا جايين من كام؟ هيطلع معاك ربع جرام. يطلع ده 0.25. يبقى نسبة الام جي اس او 4 ها وزن الام جي اس او 4 على وزن العينة الابسون كلها في كام؟ في 100 يعني يطلع 25%. صعبة؟ نفس فكرة الايه؟ البريسبيتيشن دي. عشان كده يسموا العملية دي البريسبيتيشن دي يسميها تحليل وزني ولا حجمي؟ أنا اعتمدت على الوزن ولا على الحجم هنا؟ وزن. عشان كده يسموها جرافيمتريك أناليسيس. جاي من جرافيتي. جرافيتي يعني هو ايه؟ وزن يعني جرافيمتريك أناليسيس. طيب التفاعل ده بتاع النيوتراليزيشن اللي احنا كنا بنحفظه كلنا كده في الثانوي يقول لك ايه؟ حمض وقاعده يديني ملح وميه صح؟ تعالى نفهمه بقى. ايه ده بقى؟ لو انا خليت حمض يتفاعل مع قاعده بس الحمض ده هو محلول حمض يعني والقاعده ده محلول ايه؟ قاعده. خليتهم يتفاعلوا مع بعض. ايه الاستفاده اللي انا طلعت بيها؟ قال لك الاستفاده ان انت كونت الميه. طيب هعمل ايه يعني بالميه اللي اتكونت دي؟ قال بص انا دلوقتي عندي جركنين في المعمل كده. حضرت محلول HCl تركيزه نص مولر وحضرت محلول NaOH تركيزه رقم ونسيته نستكتب على الجركن. هل في امكانيه ان انا اعرف تركيز ده كام؟ ده انا مش عارف تركيزه. قال لك خلاص ممكن تعمل تفاعل التعادل ده. ازاي بقى؟ بنجيب ال HCl واحطه في بيكر كده او فلاسك يعني. احط الكميه اي كميه منه. حط الرقم اللي انت عايزه. حط 50 مللي مثلا وتركيزه كام؟ نص مول. مين ده؟ HCl. وبقوم جايب هنا حاجه اسمها بيبت سحاح ليها حنفيه هنا كده
متدرجه من زيرو لحد كام؟ لحد 100، واحط فيها المجهول اللي هو ان اتش، تمام؟ وفي وجود انديكيتور، ايه الانديكيتور ده؟ ماده ليها لون مع القاعده وليها لون ثاني مع الحمض. فانا مثلا بنجيب الفينونفثالين يتحط هنا كده، تلاقي البتاع ده كل لونه بقى ايه؟ معرفش بنفسجي كده اللي هو لون موف شويه كده، تمام؟ لما يحصل تعادل مين اللي هيتكون؟ الميه. الميه لونها عامل ازاي؟ شفاف. اذا هقعد افتح انا الحنفيه دي كده ونقط، هتلاقي اللون البنفسجي ده عمال يخف 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 لحد مره واحده هتلاقي ايه؟ قلب عديم اللون، يبقى الميه اتكونت ولا لا؟ يعني انا عملت تعادل ولا لا؟ اقوم قافل الايه؟ الحنفيه دي. المفروض ان من المعادله كل واحد مول بيحتاج واحد مول، واحد مول كتركيز، مش التركيز عدد مولات على حجم، يعني ان بتساوي ان في، صح؟ يبقى الان في بتاعت الاولاني هتساوي ان في بتاعت الثاني. ولو عايز تقسم هنا على ان وعلى ان ماشي، بس كده دي واحد ودي ايه؟ واحد. طيب التركيز الاولاني كام؟ نص مولر بتاع ده مثلا، وحجمه انا حطيت 50 مللي، واحد. ده مجهول. الثاني بقى هكون انا بدات بالسحاحه عند 100 وهتكون نزلت لحد كام مثلا؟ وليكن مثلا 60 50، اقدر اقيس الارتفاع ده قد ايه؟ الحجم ده قد ايه؟ يبقى انا معايا الحجم ده. طرفين في وسطين جبت مين؟ جبت التركيز. ده تفاعل التعادل ده او عمليه المعايره دي بيسميها تايتريشن. لما يجي يسالني في النظري كده يقول لي تايتريشن دي اكزامبل فور نيوتراليزيشن رياكشن ولا بريسيبيتيشن رياكشن؟ لا، تفاعل المعايره دي يعني ايه معايره؟ يعني اجيب تركيز واحد مجهول من واحد ثاني معلوم، تمام؟ جاب زيها في الامتحان، جاب زيها في الامتحان، بس على مين؟ بدل HCl خلاني H2SO4. فايه اللي هيختلف؟ هيبقى في وزن 2 هنا بس. هيبقى في وزن ايه؟ 2، وان دي هتبقى 1 ودي بتبقى بكام؟ بس. تعويضه مباشر وموجوده في المحاضره. مساله موجوده في المحاضره، جت ميد ترم وجت فاينل الاثنين. صعب؟ ها؟ في مشكله كده؟ طيب. خلينا بقى نتكلم على الخواص بتاعت المحلول. ركز معايا بقى عشان الجزء ده برضو ده كده نوعيه مسائل، واللي جاي دوت نوعيه مسائل تانية. لو عندي واحد لتر ميه، واحد لتر ميه زي 10 جرام ملح، صح؟ الميه ماده فولاتايل ولا نان فولاتايل؟ يعني طلع بخار، صح؟ طلع ايه؟ شويه بخار في درجه الحراره العاديه 25. لو جبت نفس لتر الميه ده وحطيت معاه شويه ملح، مين هيطلع بخار؟ الميه ولا الملح؟ هل الملح ده فولاتايل؟ فبنسمي الملح ده ايه؟ نان فولاتايل سوليد، مذاب غير ايه؟ متطاير، ما بيطلعش بخار. طب ده بيتقين ولا ما بيتقينش؟ بيتقين، بس يبقى اسمه الكترولايت، هو نان فولاتايل بس الكترولايت. فهيطلع بخار، مين اللي هيطلع بخار هنا؟ الميه بس. السؤال بقى دلوقتي، ضغط البخار ده او كميه البخار اللي طالعين هنا دول اكتر ولا كميه البخار اللي طالعين هنا؟ اللي عند الملح اكتر ولا اللي عند الميه؟ ولا نفس الكميه؟ ولا اقل؟ طيب تعال نشوف نتيجه، نشوف. نسال سؤال بطريقه ثانيه، نسال السؤال بطريقه ثانيه. هو ده عشان يتبخر حصل ايه؟ مش الجزيئات اللي شرحنا المره اللي فاتت، قلنا الجزيئات اللي على السطح ممسوكه من هنا ومن تحت، صح؟ فبيبدا يكتسب هيت اوف فيبرايزيشن دلتا اتش في اللي كنت بديها لك في المساله ل 40.7 كيلو جول على المول. فالجزيء الواحد بيبقى مصيره رقم صغير خالص، فبيقدر يتحرر من قوه التجاذب اللي ايه؟ اللي ماسكاه ايه؟ ويهرب. ده ممسوك من مين؟ من الميه بس، انما ده ميه وملح، فهيهرب ولا اكتر ولا اقل يعني؟ يبقى دايما الفيبر بريشر بتاع السوليوشن والفيبر بريشر بتاع البيور سولفنت مين اكتر دايما؟ البيور سولفنت. حد مش فاهمها؟ عيدي تاني؟ عيدها تاني، عيدها تاني. ده نقي، تمام؟ ده سنجل وده متجوز، مين بيخرج اكتر؟
بس خلاص فاهمك كده بس. ده واخد حريته اهو، ده واخد راح مفيش حد يمسك. شفت السيره يا ساتر يا رب. تقريبا المدام سمعت هناك، سمعتني ففصلت علينا الكهرباء. السنجل ده بيعمل ايه؟ ده واخد راح، واخد راح بيطلع براح ممسوك منين؟ ابوه بس بيقول له اقعد يلا مش عارف ايه. انما ده عايزين طلبات حاجات كتير كده بتتمسك كده، انت ما خرجتنا ما عملتلناش حاجه تمام. فده مش ايه، ما عندوش حريه. طب اتجوز اثنين مش هيعرف يطلع خالص. طب ثلاثه، كل ما تزود ملح كل ما اتجوز صح هيعرف يطلع ولا لا؟ يبقى هنا كده فهمت على طول كده ايه. يبقى الفيبر بريشر اوف سوليوشن اولوز، ها الفيبر بريشر اوف سوليوشن دايما اقل ولا اكتر من الفيبر بريشر اوف بيور سولفن؟ اقل. دي ما تتنسيش بقى خالص. طيب حاجه كمان، حاجه كمان، الميه العاديه بتغلي عند كام؟ 100 صح؟ الميه المملح اكتر ولا اقل؟ اكتر. ليه؟ لان دي عشان تغلي بكسر روابط الميه بس، وايه؟ ويبخر. هنا هيحتاج يكسر روابط الميه وايه؟ والملح. يعني دي مور زان الميه ولا؟ يبقى دي اكتر من دي. يبقى دايما دايما البويلنج بوينت والفيبر بريشر طردي ولا عكسي؟ يعني السائل اللي تلاقي له درجة غليان عالية يعني ضغط بخاره قليل. ليه؟ اصل بيغلي بعيد خالص عن درجة حرارة بعيدة خالص، يعني بالتالي مش سهل يطلع بخار، فبخاره قليل. تمام؟ الحمد لله. طيب لو العكس، واحد درجة غليانه قليلة يعني بيغلي بسرعة، يعني بخاره ايه؟ كتير، بخاره ايه؟ كتير، فالعلاقة عكسية. الخاصية الثالثة الفريزنج بوينت، المية العادية بتتجمد عند كام؟ عند زيرو، صح؟ يعني ايه تتجمد؟ يعني اسحب حراره عشان جزيئات الميه تمسك. هنا هسحب حراره عشان الميه تمسك، واسحب تاني عشان الملح يمسك، صح؟ وبالتالي اقل ولا اكتر؟ هسحب اكتر. هسحب اكتر دي يعني سالب ولا موجب؟ سالب، يعني لسه ها دي اقل من دي، دي ايه؟ اقل من دي. الثلاث خواص دول يا شباب بيسموهم كوليجيتيف بروبرتيز. يعني ايه كوليجيتيف بروبرتيز؟ يعني خواص تجميعية، خواص تجميعية. يعني ايه خواص تجميعية؟ يعني خواص كوليجيتيف بروبرتيز، بروبرتيز ذات ديبند اون ذا كونسنتريشن اوف سوليد نوت اون ذا نيتشر اوف سوليد. يعني ايه؟ خواص بتعتمد على تركيز المذاب. مش انا لسه قايل لك لو ال 10 جرام دول بقوا 20 ايه اللي هيحصل لضغط البخار؟ هيقل، ودرجة الغليان هتزيد، ودرجة التجمد هتقل. لازم كل دول ايه؟ هيتغيروا، الباكج دي كلها مع بعضها ايه؟ هتتغير. عشان كده بنسميهم خواص ايه؟ تجميعيه. حلو كده؟ طيب عايزين بقى القانون اللي يحكمهم اللي هو اسمه قانون راؤول. اه ما قلت لك جايين اهم كلهم. راؤول له الغياب فين يا شباب وصل؟ حد ما كتبش؟ حد ما كتبش اسمه؟ اكتبي ورجع لي الولاد دلوقتي. راؤول له، ها ركز معايا ركز معايا. راؤول له ده بيقول ايه؟ بيقول لو عندنا محلول تعرف تجيب لي ضغط بخار المحلول بدلاله ضغط بخار السائل النقي؟ قال لك اهو الفيبر بريشر اوف سوليوشن هيساوي الفيبر بريشر اوف بيور سولفنت تايمز مين بقى؟ ضغط بخار المحلول هيساوي ضغط بخار السائل النقي مضروب في رقم اكتر من واحد ولا اقل من واحد؟ ها لازم يكون ايه؟ عشان احنا اتفقنا ان ده اقل من ده. مين الرقم اللي اقل من واحد؟ اكس سولفنت. المول فراكشن بتاع مين؟ بتاع المزيج، بتاع اللي بيطلع بخار. هو الملح بيطلع بخار؟ لا المي. يبقى انا هضرب في المساله بتاعتي دي كده، لو عايز احسب الدي سوليوشن هضرب البي بيور بتاع الميه في اكس بتاع مين؟ المي. هو القانون اصلا، القانون اصلا بتاع راؤول بيبقى عباره عن جزئين، إيه؟ بيقول لك ان البي سوليوشن هيساوي بي بيور بتاع المذيب ايه في اكس بتاع المذيب ايه زائد بي بيور بتاع المذاب بي في مين؟ دي الصوره العامه. لو كان الاثنين فولاتايل، لو كان الاثنين ايه؟ فولاتايل ليكويد، لو الاثنين بيطلعوا بخار. طب انا عندي دلوقتي النص الثاني ده بكام؟ صفر. هو الملح ده بيطلع بخار؟ طب انا هعرف منين؟ هحفظ؟ مش هديهم؟
مش هيديني في المساله، مش هيقول لي الفيبر بريشر اوف ان اس ال كذا، بس مش محتاجه حاجه ايه. انا مش هديك الايه ده، هاجي في المساله اقول لك ايه، هاجي هنا كده زي مساله المحاضره دي واقول لك اهو كالكوليت ذا فيبر بريشر اوف ووتر اوفر سوليوشن كومبوزد فروم 5.67 جرام جلوكوز سي 6 اتش 12 او 6. هات لي ضغط بخار المحلول اللي بيتكون من 5.67 جرام جلوكوز سي 6 اتش 12 او 6. ده مين المذاب ولا المذيب؟ خلينا نكمل. از ذا سيل ويز ان 25.2 جرام ووتر. الكلام ده في 25.2 جرام ميه. يبقى ده مذاب وده ايه؟ مذيب. طيب عايز ايه بقى حضرتك؟ عند 25 درجه، اشمعنى بتديني درجه الحراره يا شباب؟ مع اني مش هستخدمها خالص، بس اشمعنى بتديها لي؟ لان انا عارف من الشابتر اللي فات ان مين يغير ضغط البخار؟ درجه الحراره، فلازم يكون الحاله دي شبه دي بالظبط، الاثنين عند نفس الايه؟ درجه الحراره، عشان تبقى المقارنه مظبوطه. The vapor pressure of water is 23.8، مين ده؟ ضغط بخار الميه الواحده، البي بيور بتاع الميه 23 وكام؟ و8 ملليمتر زيرو. هل اداني بتاع الجلوكوز؟ لا، وطالب مني حاجه اسمها الفيبر بريشر لورنج، الانخفاض في ضغط البخار. خلينا نعوض التعويضه الاولانيه دي كده. ها البي بيور بتاع الميه بكام؟ اهو هو اللي مديهولي و8 في اكس بتاعت الميه اللي هي عدد مولات الميه، تعرف تحسبها؟ الماس 25.2 على المولر ماس بتاع الميه 18 على اي توتال، بتغلطوا هنا وتقسموا على بتاع الجلوكوز بس باثنين، هجمع دي 25.2 على 18 زائد الجزء بتاع الجلوكوز اللي هو 5.67 على 6 في 12 زائد 12 في 1 زائد 6 في 16. واحنا فهمنا هنا ان لما ازود الملح ضغط البخار هيقل، صح؟ ليه؟ بص كده رياضيا، مش لما ازود الملح الترم ده بيزيد والمقام هيزيد فده يحصل له ايه؟ هيقل. يبقى انت لازم تكون فاهمها ورياضيا تكون مسمعه معاك يعني، ماشي؟ طيب هنحسب ده هيطلع معانا كام؟ 23.27 ملي متر زيرو. ناقص حبه ولا ها؟ ناقص شويه ولا ناقص؟ طيب ساعات يطلب مني الفيبر بريشر لورنج، تعالى افتح الفيبر بريشر لورنج. ايه الفيبر بريشر لورنج؟ الدلتا دي هو الفرق بين ده وده كده. الفيبر بريشر لورنج اطرح مين ناقص مين؟ بيور ناقص سوليوشن. البيور كام هنا؟ ناقص السوليوشن تطلع كذا، صح؟ دي بقى ليها صوره رياضيه، دي بقى صوره رياضيه، دي هتطلع كام؟ 0.524. طيب دي بقى قانون، بيقول ايه بقى؟ ركز كده معايا، مش انت دلوقتي طرحت لي البي بيور بتاع السولفنج ناقص البي سوليوشن، صح؟ فك دي كده المساله خلصت. ها انا بس عايز اوصل لحاجه، دلتا بي بيساوي البي بيور سولفنت، ايوه هتنزل زي ما هي، ماينس البي سوليوشن اصلا قانونها بيساوي ايه؟ مش بيساوي البي بيور سولفنت في اكس سولفنت، صح؟ بي بيور سولفنت في اكس سولفنت، حلو كده؟ ناخد عامل مشترك، صح؟ بي بيور سولفنت واحد ناقص مين ده؟ ايوه ده اكس، مش احنا اتفقنا ان مجموعهم واحد؟ اكس سولفنت زائد اكس سوليوت واحد، صح؟ استغربوني طبعا. ليه؟ ها؟ مجموعهم كام؟ واحد، يبقى واحد ناقص الاكس سولفنت يدينا ايه؟ اكس سوليوت، يبقى ده كده عباره عن بي بيور سولفنت في ايه؟ في اكس سوليوت، في اكس ايه؟ سوليوت. يبقى انا لو عايز احسب الدلتا الناتج ده على طول عايز احسبه هضرب البي بيور سولفنت اللي هو كام؟ 23.8 مضروب في مين؟ نفس الكسر ده بس هيبقى مين في البسط؟ 5.67 على 6 في 12 زائد 12 في 1 زائد 6 في 16. الناتج ده على نفس المقام ده، يعني لو قلبت خدت دول طلعتهم فوق ونزلت ده تحت عادي خالص، سبت اللي تحت زي ما هو يعني، خليت اللي فوق بس هو مين؟ ان بتاعت المذاب مش بتاعت المذيب. لو خليتها كده الناتج ده هيطلع معاك ده،
بالظبط. لو حد فيكم جربها على الاله دلوقتي هيلاقي ده طالع زي ده. يبقى لما اقول لك البيد بريزر لورنج الانخفاض في ضغط البخار بيساوي بي بيور بتاع مين؟ السولفنت في اكس سوليوت. دي جاب عليها ثلاث مسائل السنه اللي فاتت، ثلاث مسائل قص كده وما كانوش جم في امتحانات قبل كده. يعني امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت سوري هو كان اول سنه ايه يخلف فيها. جاب عليها ايه بقى؟ بيقول لي ذا فيبر بريشر، ذا فيبر بريشر اوف سولفنت ديكريزد باي 10 ملي متر فيبر، ديكريزد باي 10 وين انان فولاتايل سوليوت واز ادد تو ذا سولفنت. لما حطينا نان فولاتايل سوليوت لمين؟ للسولفنت. لما حطينا شويه ملح للمزيد نقص بمقدار 10، يبقى ال 10 دي بي سوليوشن ولا دلتا بي؟ دلتا بي. يبقى انا كده عندي دلتا بي اللي هي قانونها بي بيور سولفنت في اكس ايه؟ سوليوت. صح؟ هو قال لي الانخفاض ده ب 10 لما ايه؟ لما حطينا شويه ملح، ما ادانيش تفاصيل اكتر من كده. طب خلينا نكمل. ذا مول فراكشن اوف ذا سوليوت ان سوليوشن، كسر المول بتاع المذاب في المحلول ايه؟ 2 من 10. معايا اكس سوليوت ولا اقدر اجيب من هنا مين؟ بي بيور سولفنت. صح؟ اذا البي بيور سولفنت هيساوي 10 على 2 من 10 يعني 100 على 2 يعني 50 ملي متر زيرك. بس جبت المعلومه دي. وات شود بي ذا مول فراكشن؟ هو عايز بقى هات لي المول فراكشن اوف سولفنت. في ناس هتقول لك كام؟ 8 من 10. كمل بقى كمل انت. اف ذا ديكريز ان ذا فيبر بريشر از تو بي 20 ملي متر زيرو. لو الانخفاض الكبير المرحله الثانيه زود شويه ملح بقى، زود ملح اكتر فانخفض اكتر. فقال لك الانخفاض الكبير هيبقى 20. هو ال 20 ده هيساوي ايه؟ مش بي بيور اللي هو ال 50 اللي انا جبتها في اكس الجديده؟ صح؟ تقسم 20 على 50 تطلع 4 من 10. 4 من 10. هو عايز وات از ذا مول فراكشن اوف ها؟ سولفنت. في ناس هتجري تختار دي. لا 6 من 10 تكمله الايه؟ تكمله الواحد. صعبه؟ فاهم؟ تعويضه الثانيه خلصت. طب بص دي، بص دي سؤال برضه جه في الامتحان وعايز يعني احلف لك ان في معيدين انتوا فاكرينهم مسمعين ما عرفوش يحلوه. معيدين ماشي؟ ليه؟ وسؤال سطر ما كملش سطر. هم مش عارفين اصلا ايه الدنيا ماشيه ازاي، بس الصيت ولا الغنى يعني. Lowering of vapor pressure in one molar aqueous solution. Lowering of vapor pressure. هو قال كده. In one molar aqueous solution. At main. بس. هو السؤال كده. كاتب lowering of vapor pressure in one molar aqueous solution at main equal. بس. هات لي الانخفاض لورنج فيبر بريشر، هات لي الانخفاض في ضغط البخار لواحد مولر اكوا سوليوشن عند ال 100. هو الاول بس اللورنج فيبر بريشر قانونه ايه؟ دلتا بي بيساوي بي بيور سولفنت في اكس سوليوت. مين السولفنت؟ ماي. يبقى انا شفت اكوا دي فهمت ان دي ايه؟ حلوه قوي. يعني ايه واحد مول؟ واحد مول، واحد مول مذاب لكل كيلو جرام ميه. مش المذيب هو الميه؟ صح؟ واحده واحده. اكس سوليوت ده عباره عن ايه؟ ام سوليوت على ام توتال. ام سوليوت على ام توتال. طب ام سوليوت بكام؟ واحد. ام سوليوت واحد على ام توتال واحد زائد المزيد بقى ميه، عشان عنده ميه ايه؟ 1000. صح؟ 1 كيلو اللي هم 1000 بس على كام؟ عشان مولر ماس بتاع الميه. فاضل لي بس دي. دي بقى اللي ما عرفتش عنها. دي كام؟ واحد. جدع. ايه اللي عرفني ان هي واحد؟ بس. برافو عليك. عشان ميه. مش انا عارف، مش انا قلت لكم الحصص اللي فاتت لما اقول لك نورمال بويلنج بوينت واسكت واسكت ان انا نورمال بغلي يبقى الضغط العادي اللي هو الضغط الجوي العادي. فهو قايل لك ات 100 دي مخصوص عشان اللي يركز يشوف كلمه اكوس يعرف ان هي ميه، والميه عند ال 100 بخارها
ضغط قد الضغط الجوي، ما هو ضغط البخار دوت او الغليان معناه ان السائل يبقى ضغطه قد الضغط الجوي، يبقى معنى ان دي كده بكام؟ بواحد. صعبه؟ ها؟ يبقى فيها تشغيل بس مخ شويه، تشغيل مخ شويه. ماشي يا شباب؟ طيب. اللي عايز حاجه من السبوره صورها عشان بس نمسح الجزء ده ونكمل الحته اللي فاضله. ركز معايا، احنا قلنا المحلول حماده ركز انت، قلنا المحلول درجه غليانه بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد، ودرجه تجمده بتقل، صح؟ ماشي. طيب عايزين نحسب بقى الزياده في درجه الغليان والنقص في درجه التجمد، البويلنج بوينت اليفيجن والفريزنج بوينت ايه؟ ديبريشن، انخفاض في درجه التجمد، يطلع قد ايه؟ هو سؤال انا لسه قايل لك الزياده في درجه الغليان والنقص في درجه التجمد دول هيعتمدوا على مين؟ على تركيز المذاب، صح؟ كل ما ازود المذاب الاقي الغليان زاد والتجمد قل، صح؟ يعني معنى كده ان دلتا تي بويلنج ودلتا تي فريزنج يتناسب طردي مع التركيز ولا بتاع المذاب؟ ها؟ يتناسب مع الكونسنتريشن بتاع السوليوت، صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا مش صح؟ صح؟ كل ما تركيز المذاب زاد كل ما هتلاقي درجه الغليان زادت او درجه التجمد قل، فالفرق دايما ايه؟ يتناسب طردي، انا بتكلم على الفرق مش القيمه، ماشي؟ طيب الكونسنتريشن ده هم اتفقوا ان هو الكونسنتريشن باي مولاليتي هي ام سمول، بشيل دايما علامه التناسب واحط يساوي ايه؟ ثابت، يبقى دلتا تي بويلنج هيساوي ثابت اسمه كي بويلنج في المولاليتي، دلتا تي فريزنج هيساوي ثابت اسمه كي فريزنج في مين؟ في المولاليتي. وخلي بالنا من حاجه، لو الملح اللي انا حاطه ده ان اي سي ان ده بيتقيم ولا ما بيتقيمش؟ بيتقيم، صح؟ يعني الكي بويلنج في المولاليتي دي هل هتتحسب المولاليتي وهي عدد مولات المذاب ان اي سي ال على بعضيها كده على كتله المذيب بالكيلو جرام ولا لازم اضربها في اثنين؟ مش ده بيتقيم الاثنين؟ صح؟ اذا القانون ده لو الملح اللي عندك الكترولايت بنحط هنا ايه؟ اي. وقانون الدلتا بي برضو اي دلتا سواء دلتا بي دلتا تي بويلنج دلتا تي فريزنج اللورنج انفيبل بريشر ده كده لو عندي ملح بيتقين هيتحط هنا ايه؟ اي دلتا من الثلاثه دول هيتحط له ايه؟ طيب انت حسبت دلتا تي بويلنج طلعت معاك وليكن خمسه، يبقى تي بويلنج بتاعت السوليوشن هيساوي تي بويلنج بتاعت البيور سولفنت زائد ولا ناقص؟ زائد، صح؟ طب انت حسبت دلتا تي فريزنج طلعت معاك رقم، فانا عايز احسب التي فريزنج بتاعت السوليوشن هتساوي التي فريزنج بتاعت البيور سولفنت زائد ولا ناقص؟ ناقص دلتا تي فريزنج. يعني ايه؟ يعني انا لو حسبت الدلتا تي فريزنج لقيتها طالعه 3، دلتا تي فريزنج طالعه 3، تمام؟ وانا عندي بتكلم عن محلول مائي، المذيب هو الميه، درجه تجمدها كام الميه؟ زيرو، صح؟ اذا درجه تجمد المحلول اللي الدلتا تي طلعت ب3، درجه تجمده كام؟ لا سالب 0 ناقص الدلتا تي. طب انا بتكلم على محلول مائي درجه غليان الميه 100 وحسبت الدلتا تي بويلنج طلعت 5، يبقى المحلول يبقى دايما في البويلنج بجمع في الفريزنج بايه؟ بطرح، تمام؟ طيب دي برضه عليها كم مساله كده في الشيء في المحاضره. قال لي ايه؟ الاستفاده بتاعتها ايه صحيح؟ الاستفاده بتاعت الفريزنج بوينت ديبريشن دي ايه؟ في عندنا كذا استفاده، كذا تطبيق يعني. اول حاجه ان عارفين الريداتير بتاع العربيه بيبقى فيه ميه عشان يبرد العربيه. الميه دي في البلدان الساقعه بتتجمد عند صفر، طب لو انا عايزها ما تتجمدش عند صفر، تتجمد عند تحت الصفر. بيحطوا معاها ماده كمان مذاب، بيحطوا مين؟ السيلينج لايكول. حطوا ايه؟ سيلينج لايكول. طيب الحاجه الثانيه برضه في البلدان الجليديه التلج ده لما بيتراكم في الشوارع والناس مش عارفه تعدي فعايزين يشيلوه فبيخافوا يسيحوا فيرش عليه ملح
الملح ده يخلي درجة التجمد بتاعته تنخفض عن الصفر فيقدر يشيله من غير ما ايه ما يسيح ما يصهرش يعني. الفايدة التالتة هو تحديد الموليكولار ويت اوف ان انون سبستنس، ودي نقطة مهمة وجاب عليها مسألة السنة اللي فاتت. ازاي احدد الموليكولار ويت بتاع مادة انا مش عارفها، مادة عضوية بس مش عارف الموليكولار ويت بتاعها كام، اعمل ايه؟ قال لك احنا لو جبنا لتر مية ماشي، جبت لتر مية وحطيت المادة اللي انا مش عارفها دي فيه 5 جرام منها مثلا من المادة اللي انا مش عارف المولر ماس بتاعها، كده اصبح محلول ولا لا؟ طيب المحلول دوت لو حطيته في الثلاجة وقعدت اراقبه كده اول ما يبدأ يتجمد وصل درجة الحرارة كده انا معايا درجة تجمد المحلول ولا لا؟ وليكن مثلا هو اتجمد عند كام؟ عند سالب 2، وانا عارف المية بتتجمد عند كام؟ صفر، يبقى دلتا تي فريزنج بكام؟ دلتا باتنين بقى، خلينا من غير سوالف بقى، دلتا تي فريزنج بيساوي كي، الكي اف والكي دي دول بيعتمدوا على نوع المزيد. يعني لو ميه في جدول كده هتلاقيه بتاع الايه؟ بتاع الميه اهو الجدول ده، مش تحفظه طبعا. يقول لك الكي اف بتاع الميه كام والكي دي بتاع الميه كام ودرجه الغليان ودرجه التجمد. انا هديهولك، فانا معايا الكي اف بتاعت الميه، والمولاليتي مش دي عباره عن عدد مولات المذاب على كتلة المذيب؟ عدد مولات المذاب كام؟ الماس 5 على المولر ماس اللي انا مش عارف على كتلة المذيب، مش انا حاطط لتر ميه اللي هم كيلو ميه 1 كيلو صح؟ ومعايا دلتا تي فريزنج ولا اقدر طرفين في وسطين احسب المولر ماس ولا؟ يبقى انا كده من خلال معرفتي للفريزنج بوينت ديبريشن قدرت احدد درجة الغليان. بيقول لي ايه بقى؟ مسألتين، واحدة في المحاضرة واحدة في الامتحان. بيقول لي a solution was prepared by dissolving، محلول اتحضر بإذابة 18 جرام of an unknown substance، مادة مش عارف مش عارف هي مين، in 150 جرام water، في 150 جرام مية. وبعدين the resulting solution was found to have the boiling point of كذا، المحلول اللي طلع ده كان له درجة غليان 100، التي بويلنج بتاعت السوليوشن كانت ب 100.34 درجة سي، يبقى دلتا تي بويلنج بكام؟ 0.34 معايا الدلتا تي ده ناقص ال 100. كالكوليت ذا مولر ماس اوف ذا سبستانس، لو انا مدي لك الكي بي 0.51، انتوا لسه قايلين دلوقتي دلتا تي بويلنج بكام؟ ال 100.34 ناقص ال 100 بتاعت الميه يديني 0.34. طيب وال 0.34 دي قانونها ايه؟ دلتا تي بويلنج كي بويلنج اي في كي بويلنج في ايه؟ وهو قال لي الماده دي انا مش عارفها، ما قاليش بقى الكترولايت ولا لا، فالاي بي واحد، هي اي واحد يعني. واحد في كي بويلنج 0.51 في المولاليتي عدد مولات المذاب اللي هي كتلته على كتله المول اللي انا مش عارف على كتلة المذيب مية بالكيلو جرام. صعبة؟ تعويضة واحدة. تعويضة واحدة. طب في الامتحان عمل ايه بقى؟ أول ما حط الجزئية دي جاب عليها مسألة بتاع 7 سطور كده. تعال شافوها اتخضوا سابوها. تمام؟ بس هي ايه؟ تعويضة واحدة زي الكحيانة اللي فوق دي. اسمع كده. بيقول لي كامفر از اوايت سوليد ذات ميلتس ات 179.5. الكامفور ده سوليد ميلتس ات 179.5. اسمع it has been used to determine the molecular mass of organic compounds because of its unusual large freezing point depression. الكامفور ده بيستخدموه في العمليه اللي انا قلت لك عليها دي، اللي هو في تحديد الموليكولار ماس ونص. تمام؟ It has been used to determine the molecular mass of organic compounds. بيحدد دي مين؟ الموليكولار ماس بتاع المركبات العضويه. Because its unusual large freezing point depression constant 40 درجه سي بسبب الفريزنج بوينت ديبريشن كونستانت 40 درجه سي لكل مولر. مين ده؟
الفريزنج بوينت ديبريشن كونستانت كي اف صح؟ فريزنج بوينت ديبريشن ده الكي اف وكونستانت اللي هو الثابت يعني صح؟ الثابت ده اسمه ثابت الفريزنج بوينت اللي هو فريزنج بوينت ديبريشن كونستانت مش ده الثابت بتاع الفريزنج بوينت يبقى هو مديني مين كمان؟ الكي اف وبعدين قال لي ايه؟ واتش قال له اورجينري ثيرموميتر تو بي ماشي ذا اورجانيك سبستانس از ديزولفد ان ميلتد كامفر الماده دي العضويه اللي انا مش عارفها دي جبنا ماده عضويه حطينا هنا الكامفر ده وجبت اورجانيك سبستانس حطها فيه اند ذن ذا ميلتنج بوينت اوف سوليوشن ديتيرمنت وحدد الايه؟ الميلتنج بوينت بتاعت المحلول 1.7 مللي جرام حط 1.7 مللي جرام سامبل اوف كومباوند من الماده اللي انا مش عارفها دي وديزولفد ان 78